السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو خرافي. اليوم عدنا رحلة إلى مدينة نيجي نوفغورد مايباخ بلاس ترافل فيرست كلاس. حسان إذا انتظر السيارة توصلني وبعد كم دقيقة وتوصل، من توصل أكمل لكم. بعد حوالي دقيقة وتوصلني السيارة، ثواني وهي توصل. هلا والله بالماي باخ منورة. يا هلا، يا الله نجي عشق الماي باخ. حاليا بالطريق للمحطة. شوفون شلون ليش عشق الماي باخ هالسبب. هنا أنا ما تخزين سوالف، ما أعرف إيش، ما أكواب. تقريبا 23 دقيقة ونوصل. زحمة للطريق ازعاج. المفروض 23 دقيقة يسكن فوق النص ساعة. يلا خلنا نوصل. إذا وصلنا بنص ساعة زين. وصلنا المحطة وداعا مومو ماي باخ. يلا ماي بشهادة قبل ما تحكي. ندخل ونشوف صالة رجال الأعمال كيف راح تصير، زينة مو زينة. يلا نجرب. هاي القاعة أساس مال كومفورت اللي هي أساس الاستراحة البزنس. صراحة مو ذاك الشيء، بس تدرون شو تضخيم. ويا السترة مالتي جابوا لي لاتين. والله لا بأش طيبة. بس تشوفوها مخيبة للآمال جدا. هي طبعا اكو هواي محطات. المحطة الثانية كانت احسن بهواي، كانت صالة ويعني مجرد شوية ها صالة بها كراسي مريحة وعلى نفس لون السترة مالتي، ويجيبوا لك لاتي او حسب ما تريد، امريكانا، كابتشينو، شاي. بس المفروض يصير احسن. يلا بعد لنا حوالي 50 دقيقة ويجي قطار. من يوصل نكمل. سترون الحمام مالته فخم مال الصالة. خلنا اقلب الكاميرا الخلفية واشوفكم. هذا المدخل يسرى حمام البنات عن حمام الولد. الحمام يسوى، اما الصالة مو ذاك الشيء. هاي الصالة ولو يمكن زينة يعني لا بأس. هاي ما ادري اني لانه توقعت احسن فشفتها مو زينة، ما ادري، لا بأس بيها. وصل هاي الايكونومي طبعا احنا بالرقم واحد. تشوفون هاي والايكونومي ما تخبص. هذا بالاخير نشوف فيرست كلاس شلون صاير. هذا هو البول ترين. دخل ثاني. وصل هاي حياته. هاي فيرست كلاس حياتنا. المقعد مالي
23 هنا يم الشباك. حتى هاي تطقيم تقريبا ويا ملابسي تشوفون. سوف نزدو من هالناس. هذا المقعد مالتي لك. عايشين هاي قاعد انا فاخة بس عم نقعد هاي القعدة اللي قعدناها مثل ماي باخ. حطيت الجنطة مالتي فوق. من يمشي القطار نكمل. جابوا لي مخدة طبية وبطانية وهنا شغلات بعد ما فتحتها بس ما راح افتحها بالستوري. انتظروا المراجعة الكاملة للفيرست كلاس على افضل خطوط يعني قطارات بروسيا. هذا المقعد مالتي هنا هو كموريه. هاي مخدة طبية تصير بعد اريح النوم. نشوفكم هاي الشغلات ومراجعة بالكامل. انتظروا الفيديو. وصلنا المدينة ولا هنا تنتهي رحلتنا. طلع منا وطلع منا كباب منانا طلع منانا نيم الفيرست كلاس ليش نطلع منك. وهذا قدام الفوكسال بالضبط. عن طلب التاكسي خليته هو يختار اي شيء قريب عنده ما على شيء ما كومفورت بلاس. فخليت اي شيء ايكونومي كومفورت كومفورت بلس بس خلي اوصل صار ساعه يدور. ننتظر. هاي الشقه الاولى اللي حجزتها. انا بالي شقه فندقيه بس طلعت شقه عاديه بس حاطيها بموقع booking.com. من هنا يعني زينة بس 1700 روبل كمدينة نيجي نوغورا تعتبر يعني غالية نوعا ما. هاي الصالة هاي غرفة النوم وهي بصورة اللي حاطيها أحلى بس يعني لا بأس بيها. هو اليوم الحلقة بيها وباشر أروح للشقة الثانية اللي بالسنتر فردنو بدي شيء من النهار نشوف فيها الأحلى. مع بدي شيء ب3000. هذا الحمام يشتغل من أطب يشتغل الحالة بس شوية شوية يطفي. ها من هنا المنظر منظر حلو. بس وصلنا وأخيرا وهنا نكون وصلت لنهاية الرحلة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالرحلة. صراحة أنا كلش استمتعت. وانتظروا الفيديو التفصيلي اللي بتجربة الفيرست كلاس بقطارات السبسان شركة سبسان. واحدة من أفضل إذا ما كانت أفضل شركة الخطوط القطارات الموجودة بروسيا. وخلنا ننهي الفيديو بمنظر المدينة من هاي الشقة قبل ما أروح للشقة الثانية. هذا المنظر من الشباك. هسه خلال دقائق راح أعوف هاي الشقة إنه بس حجزتها بالليل راح أروح للشقة اللي حجزتها من النهار. شنو رأيكم بالإطلالة؟ الطابق التاسع أعلى شيء. يلا.